مع اقتراب فصل الشتاء تصبح منطقة تجدة بولاية البويرة الوجهة المفضلة لعشاق الطبيعة وهواة التجوال بين أشجار الأرز الباسقة ووسط التلال، مناظر طبيعية خلابة بهوائها النقي تسر الناظرين. بداية الموسم الشتوي تقليد أصبح يحتفل به المركز الوطني للرياضة والتسلية بتجدة في كل عام، يتم من خلاله تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية المتنوعة. يعني هذه سيت اون تراديسيون دوبي 2006، رانا في لا 15 اديسيون، وكما شفنا اليوم كيما لي كليون جاو دو بارتو الحمد لله، هذه بدايه اللي تفرح. وهذا كيما يقول لك كاين نشاطات اللي كيما راح نشوفهم من بعد، كان ننطلقوا نشاطات اللي تابعه هذا الموسم هذا، كيما لوسكي كيما يقول لك فهمت كيلي على سيرفيس انيماسيون، وان شاء الله نقدموا نشاطات كثيره، وكان تانيك شاك ويكاند نقدموا تانيك لي سواري اون ديريكسيون دي فامي، وتانيك ما نسوش الرياضيين كي سون سور بلاس، سيتادير هذا اللي راح يقول لك هذا المركز يقدم كل الخدمات اللازمه. نسد لوفيرتور كي الموسم الشتويه الحاجة يلهان الحاجة يسفراحن، أما كتولي مضانة ثاني وتدفل، إن شاء الله تدفل غادي يعاون لهنا ذربح الصحة إن شاء الله. أما كتولي مضانة مكينة كي يلهى مليح. جيت من عنابة، جيت نحضر الموسم الشتوي في تيكجدة، ربي يبارك، منطقة ملاحة ياسر. تكفل تام بالعائلات والرياضيين بالمركز الوطني للرياضة والتسلية مع توفير مختلف المرافق زاد من نسبة الإقبال على منطقة تجدة. أنا والأفراد العائلة يعني نجوهنا لتجدة بزاف، يعني خاصة في نهاية الأسبوع، يعني منطقة سياحية بامتياز، كل الولايات يعني يجوا لها لهنا، يعني الله يبارك لقاع هنا لي ماتريك لقاع يجوا، يعني احنا ان شاء الله ماذا بينا يزيدوا يطورون المنطقه هذه ويحافظوا عليها، معنا بيه يحافظوا عليها. واحد كي جينا ينسى روحه من الضغط تاع العاصمه، من الخدمه، من الور البلاصه هذه فيها، ودروكا شويه الحيه البلاصه هذه تطورت شويه، اسمع راهي فيها الملعب، فيها بلايص وين نجوزوا لي جور تاعنا، فيها فريمون بيان، يعني وجينا مع اون فامي مع اولادنا، ولا سيكوريتي فريمون بيان. الزائر لمنطقة تجدة الساحرة يشعر دائما بالرغبة في البقاء لمدة أطول، وإن غادر فإنه يقطع وعدا على نفسه بالعودة لزيارتها من جديد، فجمالها كثيرا ما يشد قلوب الزائرين.